بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. خلونا نتكلم النهاردة يا جماعة بشكل مختصر عن علاج السمنة. لما نيجي نتكلم عن علاج السمنة بشكل مختصر هنقول كده يعني نقاط رئيسية سريعة. ماذا يدور داخل العيادة لعلاج السمنة؟ ماذا يدور داخل العيادة؟ هنكشف لكم عن بعض الأسرار وعن بعض الحاجات. طبعا احنا عملنا حلقات من قبل تكلمنا في هذا الأمر بشكل مفصل، سواء كان حلقات تلفزيونية أو إذاعية، لكن مع الأسف يعني لم تصل هذه الفيديوهات لعدد كبير جدا من الناس. عشان كده بنعمل لكم حاجات بقى مختصرة أهو، مالكمش حجة بقى. أنا هعمل اللي عليا وأديكم كل المعلومات اللي احنا بنستخدمها في العيادة عندنا، أو الناس سواء كان العيادة الحقيقية أو العيادة الأونلاين. هنديكم كده نبذة سريعة كده عن كل الحاجات اللي احنا بنعملها. انا دوري هعمله وانت دورك ان انت بقى تشارك لنا الفيديو مع اصحابك وحبايبك، الناس اللي تخينة اللي عندك في العيلة اللي انت عايز تساعدهم، تديهم حاجة زي كده فلعل وعسى يستفيد استفادة تغير حياته. اول حاجة هنقول مين الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها. الحاجة التانية هنتكلم عن ازاي اعرف الوزن الصحي بتاعي. الحاجة التالتة هنتكلم عن الأدوية المستخدمة داخل العيادات. الحاجة الرابعة هنتكلم عن العوامل المساعدة داخل العيادات. الحاجة الخامسة هنتكلم عن روشتة مقترحة داخل العيادات لعلاج السمن، بالإضافة طبعا الحاجات الأساسية بتاعتنا المهمة جدا في عملية التخسيس اللي هو الرياضة والنظام الغذائي، فده طبعا ضروري إن احنا نعمله. لكن خلينا بقى في النقاط اللي احنا عايزين داخلين عشان نتكلم معاكم فيها. أول حاجة، مين الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها؟ الناس اللي عندها مشاكل في العظام لازم تنزل وزنها، لأن الحمل اللي على العظم طول ما هو موجود مش هنستطيع إن احنا نحل المشكلة بتاعتنا. الناس اللي عندها مشاكل في القلب برضو الوزن الزايد والسمنة سبب حمل كبير جدا على القلب، فاحنا برضو لو احنا مشينا على أي بروتوكول علاجي ولا يشتمل هذا البروتوكول العلاجي على إنقاص الوزن، برضو مشكلة القلب اللي موجودة عندنا تكون يعني مستمرة يعني والعياذ بالله إلى الأبد طول ما سبب المشكلة موجودة عندنا. فنتكلم عن قلنا مرضى العظام، الناس اللي مشاكل القلب المختلفة، الناس اللي عندها الضغط، الناس اللي عندها السكر، الناس اللي عندها القلب، الناس اللي عندها تصلب في الشرايين وزيادة الكوليسترول في الجسم، الناس اللي وزنها زايد عن المعدل الطبيعي وبالنسبة لمؤشر كتلة الجسم. بنقول بشكل مستمر. هناك نخش على النقطة التانية بقى، ازاي يا دكتور اعرف الوزن الصحي بتاعي؟ بشكل بسيط نقدر نعرف الوزن الصحي بتاعنا من خلال حاجتين، حسبة دقيقة وحسبة غير دقيقة. يعني الحسبة الغير دقيقة سهلة هنقولها الأول، اللي هو احنا بنطرح من الطول بتاعنا 100، يعني لو طولي 170 اطرح 100 من 170 هيطلع لنا ده 70 كيلو، يبقى ده المفروض اللي انت تكون موجود عليه. كذلك 180 اطرح 100 يبقى ده 80 كيلو، المفروض ما تزيدش عن 80 كيلو. دي حسبة بسيطة. هناك حسبة أخرى اللي هي مؤشر كتلة الجسم. مؤشر كتلة الجسم بشكل بسيط إن احنا بنضرب الطول في نفسه. يعني أنا مثلا لو أنا طولي متر وسبعين، وهنضرب هنحول أول حاجة الطول هنحوله من السنتي 170 سنتي هنحوله للمتر، يبقى 1.7 أو 1.7 في 1.7، الناتج اللي هيطلع هيكون في المقام. هناك مقام وهناك بسط. البسط هيكون في يعني حسبة مؤشر كتلة الجسم. الوزن بتاعنا بيكون في الوزن بالكيلوجرام، ومؤشر والمقام بتاعنا بيكون في الطول في نفسه اللي احنا حسبناه في البداية، اللي هو الطول بالمتر في نفسه. ده الناتج لو طلع بتاعنا من 18.5 ل 25 نطلع نقدر نقول ان ده الوزن الطبيعي بتاعنا. اقل من كده بيبقى في نقص في الوزن او نحافه، من اكتر من كده بيبقى في زياده في الوزن. يعني من 25 ل 30 زياده نقدر نقول عليها زياده في الوزن، لكن لا نستطيع ان نطلق عليها سمنه. من خمسة قلنا من 25 ل 30 تمام، من 30 ل 35 سمنه من الدرجه الاولى، 35 ل 40 سمنه من الدرجه الثانيه، اكتر من 40 بتبقى سمنه مفرطه بتحتاج مننا المجهود كبير من خلال بروتوكول علاجي كامل. كده احنا عرفنا مين الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها، عرفنا مين ازاي نعرف الوزن الصحي بتاعي. تالت حاجة، ايه الأدوية يا دكتور أحمد اللي بتكتبها في العيادات بالنسبة لشخص جاي؟
طبعا ما حد بيجي لي العياده باخد منه معلومات كامله، بيصحى الساعه يعني باخد منه حاجات في نمط الحياه، يعني بيصحى الساعه كام، بينام الساعه كام، ميعاد الفطار، الغداء، العشاء، نوعيه الاكل في الفطار، نوعيه الاكل في الغداء، نوعيه الاكل في العشاء، هل بيحب اكل الحلويات، هل بيحب المشروبات الغازيه، هل يعني بعرف كل التفاصيل عنه، زاد انا بعرف الوزن والسن والطول، او بنقيس ده في العياده، او لو هو بيتابع معايا اونلاين بيكون عنده بيديني المعلومات بتاعته من الوزن والسن والطول والحاله الصحيه، وهل هناك امراض عضويه وفصيله الدم. كل هذه المعلومات ما باخدها من البيشنت بتبقى دفعة قوية جدا لينا ان انا اعرف هو بياكل ايه وبيشرب ايه. خلاص يا دكتور احمد، حضرتك عرفت الشخص ده بياكل ايه وبيشرب ايه، فعرفت ان هو اكله منوع. اذا كان الشخص اكله منوع بنديله حاجة ما فيها المادة الفعالة اللي هي الجيمنا سيلفستر مع الشيتوزان. الجيمنا سيلفستر مع الشيتوزان، الجيمنا سيلفستر مع الشيتوزان بنستخدمها في حالة الاكل المنوع. أشهر الحاجات اللي موجودة في الأسواق المصرية في الصيدليات الشيتو كان ده كده رقم واحد. لو احنا مثلا سألناه وعرفنا أكله إيه وشربه إيه، لو الأكل بتاعه تقدر تقول إن هو أكله دهون أكتر، بنديله حاجة بتشتغل على الدهون، بنديله حاجة فيها المادة الفعالة اسمها الأورليستات، وفي أدوية بهذا الاسم يعني منها الزينيكال وحتى موجودة في تركيا هنا برضو باسم الزينيكال، وفي الأورليستات برضو كمادة فعالة لوحدها، يعني سواء كان الزينيكال أو الأورليستات 120 ده إحنا بنستعمله برضو في حالة إن الشخص يكون أكله دهون أكتر. ده كده تاني حاجة. يبقى إحنا قلنا كده الشيتوكال بنستخدمه في حالة الأكل المنوع، قلنا في حالة الأكل في حالة الأكل اللي فيه دهون أكتر بنديله حاجة فيها الأورليستات. وزي ما احنا قلنا الناس اللي اتفرجت على الحلقات بتاعتنا من قبل، قلنا يا جماعه لو انتم ماشيين على اي دواء تخسيس لابد ان انتوا تاخدوا معاه مالتي فيتامين. لا ليه بقى مالتي فيتامين؟ لان الادويه دي بتنزل لنا الدهون معانا في البول والبراز، كنتيجه نزول الدهون بينزل معانا فيتامينات اساسيه، هي الفيتامينات فيتامين اي، فيتامين دي، فيتامين اي، فيتامين كي، اللي هي احنا مجمعينها في كلمه اديك، اديك اي دي اي كي، يبقى فيتامين اي، فيتامين دي، فيتامين اي، فيتامين كي، دي تعتبر الفيتامينات الأساسية اللي بتساعدنا. ديت الفيتامينات الأساسية اللي لازم أي مالتي فيتامين هتاخده مع سواء كان الأورليستات أو الشيتوكال لازم تاخد مالتي فيتامين يكون فيه هذه الأربع فيتامينات، فيتامين A D E K. كده عرفنا كده، وده بيفسر لنا النقطة اللي احنا حتى قلناها من قبل في حلقات مستقلة إن ده إيه سبب الدوخة يا دكتور أحمد أثناء التخسيس، أنا ماشي على نظام غذائي، ماشي على بروتوكول علاجي كامل وبرضه بيجي لي دوخة. السبب الرئيسي للدوخة قلنا نقص الفيتامينات في الجسم، وهي الفيتامينات اللي بتنزل مع الدهون زي فيتامين A، فيتامين D، فيتامين E، فيتامين K. خلاص عرفنا كده دكتور أحمد إيه هي الحاجات اللي بتسبب لي الدوخة وصداع والإرهاق والتعب من أقل مجهود كنتيجة إن أنا آخد مثلا شيتوكال أو الأورليستات. إحنا بنتكلم يا جماعة هذه الأدوية أدوية آمنة، لكن برضه يعني لا ننصح إن أنت تيجي تاخد أي جرعة أو أي شيء إلا ما ترجع لطبيبك يعني. فقد يكون هناك تداخلات او شيء من هذا القبيل يكون الطبيب عنده خلفيه بيه، لكن هي ادويه امنه وبنكتبها بشكل مستمر عندنا في العياده. يبقى احنا كده عرفنا في حاله الاكل المنوع، في حاله الاكل اللي فيه دهون اكتر. طب في حاله الاكل اللي فيه نشويات، كتب الطبيب بتقول ان احنا بناخد حاجه اسمها الجلوكوزانول. الجلوكوزانول في حاله الاكل اللي فيه نشويات اكتر. يبقى احنا كده تكلمنا عن الادويه اللي بتستخدم بشكل مختصر، الأدوية اللي بتستخدم، إيه العوامل المساعدة؟ في عوامل مساعدة كتير جدا، ممكن يا جماعة في مشروبات كتيرة جدا حارقة ومفيدة جدا أثناء التخسيس. نتكلم عن الزنجبيل، نتكلم عن الشاي الأخضر، نتكلم عن القرفة، نتكلم يعني عن العوامل المساعدة بتاعتنا اللي إحنا بنحكي فيها في كل القنوات، طبق السلطة خماسي الألوان. يعني خماسي الالوان، اللون الابيض ثوم البصل، اللون الاخضر زي الخس والجرجير، اللون الاحمر زي البنجر او الشمندر، اللون الاصفر زي الليمون والفلفل الاصفر، اللون البرتقالي زي الجزر. يعني هذا الطبق سلطه خماسي الالوان نبدا الوجبه بتاعنا بيه، هيبقى كفيل ان هو يحسسنا بالشبع، زائد ان احنا ناكل كميه اكل اكبر ونشبع كميه اكل اقل ونشبع بسرعه. يبقى ده كده بالنسبه للعوامل المساعده. طبق السلطه، شرب الميه، نتكلم عن شرب الميه، بنتكلم عن بنقسم الوزن بتاعنا على 8. لا مثلا لو انا وزني 80 كيلو اقسم 80 على 8 يطلع 10 كوبايات يوميا، ما ينفعش تقل عن هذا المعدل. وفي حاله الحراره زود شويه ميه، يعني زود عن ال 10 كوبايات وصلهم 15 ما فيش مشكله خالص. لكن لو نتكلم بالنسبه للبالغين نتكلم من 2 لتر 3 لتر، يعتبر ده الاحتياج الادنى، ممكن يزود عن كده ما فيش مشكله، لكن ما نزودش بافراط خالص. يعني الناس تشرب 5 لتر و6 لتر، لان الزياده برده ممكن تنزل لنا صوديوم من الجسم
ممكن يعملها لا قدر الله جلطات في الدماغ او حاجات زي كده. فالاعتدال في كل شيء مطلوب. وبكده اكون خلصت الحلقه بتاعت النهارده. شكرا ليكم، انا عملت اللي عليا، لا يتبقى الا انت تنشر بقى الفيديو ده علشان نساعد اكبر عدد من الناس. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطية الدهشان، طبيب تغذيه. دمتم بصحه وعافيه. باي باي.